أمطار في مناطق متفرقة ورياح نشطة مثيرة للغبار وأمطار وغبار على الرياض، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. متوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي قد تستمر لفترة طويلة وقد تستمر حتى بدايات شهر مايو. من المتوقع بهذه الحالة أن تكون هنالك أمطار رعدية وأن تترافق برياح قد تثير الأتربة في بعض الأحيان، وأيضا من المتوقع أن يكون هنالك بعض الزخات المحلية من البرد. أما بالنظر إلى خرائط الهطول الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب وتحديدا من يوم الغد، فمتوقع أن تتأثر منطقة الرياض في هطولات الأمطار بمشيئة الله، ومتوقع أن تتأثر أيضا المناطق الشرقية من الطائف والباحة، ومتوقع أيضا أن تتأثر المناطق الغربية من حائل والقصيم. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض. هناك غبار خفيف في العاصمة، لتكون درجة الحرارة 27 درجة مئوية، ومتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 14 كيلومتر في الساعة. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لثلاثة أيام القادمة. يوم الخميس متوقع أن تكون درجة الحرارة 39، أما ليلا تصل حتى 25. يوم الجمعة متوقع أن يكون هنالك زخات من الأمطار، لتكون درجة الحرارة 36 درجة مئوية، أما ليلا 24 درجة. أما يوم السبت متوقع أن تكون درجة الحرارة 34 درجة مئوية، وليلا تصل إلى 25 درجة مئوية. ننتقل سوية لمعرفة أبرز درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد. نبدأها من سكاكا، 31 إلى 20 ليلا، في عرعر متوقع من 29 إلى 17، وفي تبوك من 32 إلى 18 درجة مئوية. في مكة المكرمة متوقع أن تكون هنالك احتمال لزخات أمطار رعدية، درجة الحرارة من 41 إلى 27، في الطائف كذلك الأمر من 30 إلى 20 درجة مئوية، في المدينة المنورة من 38 إلى 26 درجة مئوية، وفي جدة من 34 إلى 25 درجة مئوية ليلا. في أبها من 27 إلى 17، في الباحة أيضا احتمالات لزخات أمطار رعدية من 24 إلى 17 درجة مئوية ليلا، في جازان من 34 إلى 29 درجة مئوية ليلا. في الدمام من 36 إلى 23، في الإحساء من 41 إلى 24، وفي حفر الباطن من 32 إلى 20 درجة مئوية ليلا. في العاصمة الرياض من 39 إلى 25، في بريدة من 34 إلى 23، وفي حائل من 31 حتى 19 درجة مئوية ليلا. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.